نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية، وإليكم أبرز العناوين. حركة المقاومة الإسلامية حماس تشيد بموقف الجزائر الثابت من القضية الفلسطينية. الصين تتعهد بتزويد إفريقيا بمليار جرعة مضادة لكورونا، وشركات تعلن تطوير لقاح قادر على مواجهة متحور أوميكرون. أسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوياتها خلال 3 أشهر. وفي النشرة تتابعون أيضاً وقفة عن عميد الأغنية الشعبية عمر زاهي في ذكرى وفاته 5. أهلاً بكم إلى التفاصيل. تزامناً مع انتهاء مرحلة تقديم الطعون في ترشيحات الانتخابات الرئاسية بليبيا، حذرت حكومة دبيبة من عودة الحرب الأهلية إلى البلاد على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها محاكم مدينة سبها بعد تعرضها لخروق من مسلحين مجهولين، كما أبدت البعثة الأممية في ليبيا انزعاجها من استهداف القضاة. أيام قليلة تفصل ليبيا عن موعد الانتخابات الرئاسية، ومع اقترابه بدأت تطفو إلى السطح خلافات ومناوشات من شأنها عرقلة العملية السياسية. أبرز مظاهرها تعرض مجمع محاكم مدينة سبها لخروق من طرف مسلحين قيل أنهم تابعون لمستبعدين من السباق الرئاسي، وهذا ما أثار مخاوف حكومة دبيبة التي دقت ناقوس الخطر محذرة من عودة ليبيا إلى مربع الحرب الأهلية. أحداث سبها الأخيرة هي باختصار ميليشيات تابعة لحفتر موجودة في الجنوب الليبي وتزعم أنها تؤمن الجنوب الليبي، لكنها في الحقيقة تسيطر على المنطقة الجنوبية لكي تمنع حكومة الوحدة الوطنية من بسط نفوذها على الجنوب، وأيضا تستغل معابر التهريب لتحقيق مكاسب مالية. البعثة الأممية في ليبيا هي الأخرى سارعت إلى التعبير عن استيائها من استهداف القضاة والموظفين في السلك القضائي، خاصة أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، ملوحة بمعاقبة الجهات المسؤولة عن تلك الأحداث. البعثة الأممية وكذلك السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية عبرت عن استيائها وعبرت عن مخاوفها وعبرت عن انزعاجها. لم نسمع لغة تنديد قوية واستنكار بهذا التهديد للعدالة والقضاء، لم تتحدث بيانات هذه الدول عن التلويح بالعقوبات كما فعلت أكثر من مرة. في الأثناء لم تتأخر وزارة الداخلية كثيرا، حيث أصدرت بيانا أكدت فيه أنها لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية، معتبرة أن أي ترهيب للمدنيين في سلك القضاء تهديد للعملية الانتخابية. أظهرت محاضر الفرز التي أعادتها اللجان الانتخابية على مستوى الولايات تقدم حزب جبهة التحرير الوطني في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية، وبحسب مجموع نتائج المحاضر المتوفرة حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 471 مقعد متبوعا بالأحرار الذين تجاوزوا 450 مقعد، وينتظر أن يعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي مساء اليوم عن النتائج الأولية لانتخابات تجديد المجالس الشعبية والبلدية والولائية. وفيما يلي توزيع أولى للمقاعد البلدية والولائية بحسب محاضر الفرز. أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بموقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من القضية الفلسطينية،
وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية للحركة في إقليم خارج فلسطين أمس الاثنين أن حركة حماس تعبر عن اعتزازها بالموقف الجزائري الخالد الذي عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون خلال خطابه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأضاف أن كلمات الرئيس تبون تعكس أصالة الموقف الجزائري باعتباره قضية فلسطين أحد أبرز ثوابت السياسية الجزائرية، وأنها ليست للمزايدة أو المساومة، ولفت إلى أن حركته ترى أن القيمة الحقيقية لكلمات الرئيس تبون تمثل رسالة تعزيز وطمأنة للشعب الفلسطيني، وبأن رياح التطبيع ستنكسر على صخرة الموقف الجزائري الأصيل. صرح نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري بأن التحركات الدبلوماسية لحضور سوريا القمة العربية تسير في اتجاه صحيح، ونقلت صحيفة الوطن السورية الاثنين قوله أن سوريا تتابع الأمر وهناك تحركات دبلوماسية راسخة وقوية في الاتجاه الصحيح. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة إعلامية مؤخرا إنه من المفروض أن تكون سوريا حاضرة في القمة المقررة في مارس 2022. تعرض منزل عائلة المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية سلطان خيا بولاية بوجدور المحتلة أمس إلى اعتداء همجي من قبل عناصر تابعين للأجهزة القمعية التابعة لدولة الاحتلال المغربية، بعد تمكن المناضلة الصحراوية أم المؤمنين عبد الله إبراهيم من ولوجه، حيث أصيبت هذه الأخيرة بجرح على مستوى العين، وتواصل قوات المحتل المغربي حصارها لبيت أهل خيا في بوجدور منذ 13 نوفمبر 2020. تواصل مرصد سبتة وميلا التابع لمعهد الأمن والثقافة الإسباني في تقرير قدمه أمس الاثنين يحلل فيه الحركات المدارة من المملكة المغربية في كل من المدينتين وفي الجزر المتواجدة على سواحلهما. توصل إلى أن المغرب وضع المدينتين في المنطقة الرمادية لممارسة نفوذه قصد استرجاعها من خلال استخدام استراتيجية هجينة بأدوات بعيدة كل البعد عن القوة العسكرية التقليدية. وأشار التقرير إلى أجندة المغرب لتوسيع نفوذه على المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان أن منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا أرض سودانية خالصة، وتعهد بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان. يأتي ذلك بعد اتهامات سودانية لإثيوبيا بالهجوم على المنطقة، وهو ما نفته أديس أبابا. إلى الفشقة يصل قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ومن هناك يعرب عن تمسك بلاده بالمنطقة الحدودية مع إثيوبيا التي بسط الجيش السوداني سيطرته عليها قبل نحو عام من الآن. البرهان الذي أكد خلال الزيارة على التزام السودان بعلاقات حسن الجوار مع إثيوبيا، تعهد في الوقت نفسه بعدم التفريط في منطقة الفشقة معتبرا إياها أرضا سودانية خالصة. ما عندنا عداوة مع أي دولة ولا مع أي زول، ولا دارين نعدي حدودنا لغادي. حقنا ده بس. إحنا من السنة الفاتت قطعنا عهد أنه الوطني طالما إحنا يا نموت يا نرجع. ما عندنا. زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى بركة نورين بمنطقة الفشقة الحدودية تأتي بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي عقب اعتداءات إثيوبية أدت إلى مقتل 6 من جنود الجيش وإصابة أكثر من 31 من الضباط والجنود. أديس أبابا نفت عبر مسؤولين بمكتب الاتصال الحكومي أن يكون الجيش الإثيوبي هاجم نظيره السوداني في المنطقة الحدودية بين البلدين. السودان يرتبط بعلاقات قوية مع إثيوبيا، في بعض الأحيان يتم خلق النزاعات بغرض الإضرار بالوحدة الاجتماعية والتعايش بين البلدين. أي خلاف مع السودان سيتم حله مع الأخذ في الاعتبار التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين. تتهم أديس أبابا جارتها السودان بالسيطرة على أرض إثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم مراراً،
وتبلغ مساحة الفشقة نحو 2 مليون فدان، وتمتد لمسافة 168 كيلومترا مع الحدود الإثيوبية البالغة حوالي 265 كيلومتر. وتضم الفشقة أخصب الأراضي الزراعية في السودان، وتنقسم إلى 3 مناطق هي الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى والمنطقة الجنوبية. تعهد الرئيس الصيني شي جينغ بينغ خلال قمة الصين إفريقيا بإرسال نحو 1 مليار جرعة من لقاح كوفيد إلى إفريقيا للمساعدة في سد فجوة التطعيم، تجدر الإشارة إلى أنه من بين 1 مليار جرعة ستأتي 600 مليون جرعة من الصين مباشرة، بينما تأتي 400 مليون من مصادر أخرى مثل مواقع الإنتاج الممولة. ويأتي التعهد الصيني وسط انتشار متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا. أعلنت شركة فايزر وجونسون أند جونسون وأيضا بيوتنيك وموديرنا بدء العمل على تطوير اللقاحات المضادة للمتحور أوميكرون في حال لم يكن لقاحهما فعالين في الحماية من هذه السلالة. يأتي ذلك وسط شك في فعالية اللقاح أو اللقاحات الحالية. تتواصل محادثات فيينا لإنقاذ الملف النووي الإيراني وسط توقعات متناقضة في كسب الرهان أو العودة بالاتفاق إلى مربع الصفر. بينما تحدث المبعوث الروسي والمنسق الأوروبي ميخائيل أوليانوف عن الأجواء الإيجابية التي شهدتها الجلسة الأولى من الجولة السابعة من المفاوضات التي جمعت إيران والدول الكبرى في فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، قال مسؤولون أمريكيون إن سير المفاوضات النووية متدني في حين تصر إيران على المطالبة اليوم بضمانات بعدما حسمت أمرها في عدم تغيير شروطها. الإجراءات واضحة، المفاوضات غير قابلة للتغيير، لن نضيف حرف إلا بما يتعلق في الضمانات. نحن هذه المرة إن لاحظتم في اللجنة كانت القيادة حريصة أن نرسل إجراءات تتعلق في خبراء ماليين واقتصاديين، لأن الأولويات اليوم انتهت بما يتعلق في التقنيات النووية، انتهى. في الجلسة الماضية كان الحديث كافي ووافي بما يتعلق في التفاصيل التقنية المتعلقة بالمفاعلات. في المقابل وبلهجة شديدة خاطب وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أمريكا والدول الأوروبية قائلا إن عليها أن تدرك أن المحادثات ليست نافذة مفتوحة إلى الأبد، ما يحيي بنهاية فرص المحادثات النووية الإيرانية. المحادثات هذه آخر جولة، إن لم نأتي في نتيجة لن يكون هناك جولة جديدة بعد هذه الجولة القائمة اليوم. سنبقى في إجراءاتنا، التطوير النووي قائم، سيكون هناك إجراءات جديدة بإذن الله توسعة، نظام الRI أو الطرد المركزي قائم لن يتوقف. فيما اتفق الكيان الصهيوني وبريطانيا على العمل للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية، تطرح تساؤلات حول ما إذا كان الكيان سيضغط على باقي القوى الكبرى أم أنها ستخفق في تحقيق مسعاها. باتت بربادوس فجر اليوم خارج سلطة التاج البريطاني لتصبح أحدث جمهورية في العالم، وأقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية ساندرا ميسن خلال حفل حضره الأمير تشارلز اليمين الدستورية رئيسة للجمهورية الوليدة، أنزل علم التاج البريطاني الذي كان يمثل خضوع بربادوس لسلطة الملكة إليزابيث الثانية. ساندرا ميسون تؤدي اليمين الدستوري كأول رئيسة لجمهورية بربادوس التي باتت أحدث جمهورية في الألفية الجديدة، لينتهي إرث امتد لأكثر من 400 عام منذ خضوع بربادوس لتاج الملك جيمس الأول. أنا ساندرا ميسون أقسم أنني سأكون مخلصة وصديقة وعادلة في حكمي كرئيسة جمهورية بربادوس. وبتحول إلى النظام الجمهوري وانتهاء العهد الملكي تنتهي رموز كثيرة في بربادوس، منها لوحات للملكة إليزابيث الثانية من داخل المنشآت الحكومية والشارات الملكية التي تزين الملابس الرسمية لعناصر الشرطة والبريد.
ولمن لا يعرف بربادوس فهي جمهورية وليدة واقعة في الكاريبي ومستقلة منذ 66 900 ألف، معروفة بشواطئها الرائعة، وتعتبر لؤلؤة جزر الأنتيل الصغرى، ويبلغ عدد سكانها نحو 287 ألف نسمة. في الاقتصاد، تراجعت أسعار النفط في تداولاتها المبكرة اليوم ليسجل مزيج برنت العالمي مستوى دون 71 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 3 أشهر. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.55% لتصل إلى 70.83 دولاراً للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.39% متراجعة إلى 67.58 دولارا للبرميل، وبذلك تكون أسعار النفط قد تخلت عن المكاسب المحققة في جلسة الاثنين وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب الخام. في المقابل، توقع بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان أن ترتفع أسعار النفط إلى 125 دولارا للبرميل العام المقبل. البنك المتخصص في إدارة الأصول والثروات توقع أن تصل أسعار الخام إلى 2023 إلى 150 دولارا للبرميل، مقدرا فائض المعروض النفطي المحتمل العام القادم بنحو 1,000,000 برميل يوميا، أي أقل بحدود النصف عن تقديرات الكارتل النفطي. نصب الوزير الجزائري المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد فوج عمل لإعداد أول قانون يتعلق بالاقتصاد المعرفة في الجزائر، ويضم هذا الفريق خبراء من قطاعات وزارية ذات الصلة، فضلا عن مشاركة أكاديميين جزائريين من داخل وخارج الوطن. تم اليوم تنصيب اللجنة الوطنية لصياغة القانون الإطار لاقتصاد المعرفة، واللي هو أحد ربما أبرز ما جاء به قانون مخطط عمل الحكومة لهذه السنة. نحن نأمل من خلال هذا القانون أن نرسم المبادئ الكبرى والخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية فيما يخص دعم اقتصاد المعرفة والابتكار بطريقة عامة في الجزائر. تأتي صياغة هذا القانون بعد الجلسات الوطنية لاقتصاد المعرفة التي نظمناها شهر مارس الفارط، والتي جمعت أكثر من 1400 خبير جزائري من الجزائر ومن الخارج حول محاور مهمة تخص اقتصاد المعرفة، اللي هي الملكية الفكرية، البحث والتطوير، نقل التكنولوجيا، الحوكمة، والتمويل الابتكار. تحل اليوم الذكرى الخامسة لوفاة أحد رواد الأغنية الشعبية في الجزائر الشيخ عمر الزاهي، الذي كان استثناء في مسيرته الفنية والإنسانية. وقفة مع حياة الفنان الجزائري الراحل عمر الزاهي في هذا البورتري. بين بديع اللحن وعذب الكلام أبحر فغاص في عمق المشاعر الإنسانية، فكان خير من ترجمها إلى روائع فنية. كان معاكم جات والفية اللي زايرين يا قاضي ناس الغرام، قولي لي بالله يا الشمعة، ورائعة الحراز، أغاني ساهمت في رسم الخريطة الموسيقية الفريدة للجزائر. حراز حكي من الحجاب، حراز حكي من الحجاب، اطلع للغرب على براز. شيخ الشيوخ عمر الزاهي كان استثناء في تواضعه، فنثر المحبة حيثما حل وارتحل، فاستحق لقب فنان الفقراء ليثبت أن القصبة لا تجود إلا بالكبار. رأى النور في تيزي وزو شرق الجزائر في الفاتح من جانفي العام 1941، وفي القصبة ترعرع ولامس سحر الموسيقى الشعبية، واحتك بكبار شيوخ الشعب على غرار الشيخ بوجمع العنقيس الذي كان ملهمه،
والشيخ القبيلي والشيخ الباجي. عاش عمر الزاهي في الظل بعيداً عن الأضواء، واقتصرت حفلاته على الأعراس وغنى في المقاهي، فكان عميمر زاهداً في كل شيء إلا في الموسيقى. انطفأت شمعته في 30 من شهر نوفمبر عام 2016 عن عمر يناهز 75 عاماً. ودعه آلاف الجزائريين في جو مهيب وبكاه الصغير قبل الكبير. رحل شيخ الشيوخ عمر الزاهي تاركاً إرثاً موسيقياً عريقاً عرقة تاريخ الجزائر. وفي الشأن الثقافي دائماً تصدر فيلم الرسوم المتحركة بعنوان إنكانتو إيرادات الأفلام في قاعات العرض الأمريكية، حيث بلغت حوالي 8 ملايين دولار في أول عرض له، كما حصد إعجاب الجماهير. أحداث الفيلم تدور حول فتاة من أصول كولومبية تواجه الإحباط لأنها لا تملك قوة سحرية مثل عائلتها. الفيلم الذي أنتجته شركة ديزني العملاقة، أكبر شركة ترفيه في العالم، من إخراج بيرون هوارد وصوت كل من ستيفياني بياتريز ويلمر فليديرما، إلى جانب ديان جابريرو وإنجي سيبيتا هوارد. وصلنا إلى نهاية النشرة، ونذكركم بأبرز العناوين. حركة المقاومة الإسلامية حماس تشيد بموقف الجزائر الثابت من القضية الفلسطينية. الصين تتعهد بتزويد إفريقيا بمليار جرعة مضادة لكورونا، وشركات تعلن تطوير لقاح قادر على مواجهة متحور أوميكرون. أسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوياتها خلال 3 أشهر. وفي النشرة أيضاً وقفة عن عميد الأغنية الشعبية عمر الزاهي في ذكرى وفاته 5. إلى اللقاء.